السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سأشارك معكم موقع رائع جدا لتحميل المحتويات الخاصة بالكتب قليلة المحتوى. والجميل في هذا الموقع هو أنه يمكننا من التعديل على هذه المحتويات بإضافة أو إزالة أي عنصر أردنا. أما الخاصية الأقوى والتي أعجبتني صراحة في هذا الموقع هو أنه يعطينا إمكانية تحميل هذه المحتويات بعدة لغات، وبالتالي سنتمكن من نشر كتبنا في عدة أسواق كالسوق الألماني، الفرنسي، الياباني، الإيطالي والعديد من الأسواق الأخرى. ولمن لم يشترك بعد في القناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن هناك فيديوهات رائعة سأشاركها معكم في القادم إن شاء الله. إذن على بركة الله سننتقل إلى شرح الموقع. رابط الموقع سوف تجدونه في الوصف الخاص بهذا الفيديو. عند الدخول إليه سوف تظهر لكم الواجهة على الشكل التالي. إذن هذه هي الواجهة. أقوم بكتابة الاسم الخاص بي هنا، ثم هنا يجب علينا أن نضع الجيميل الخاص بنا. أنا أقوم بالذهاب إلى هذا الموقع، ثم أقوم بأخذ هذا الإيميل المؤقت وقوم بوضعه هنا، ثم بعدها هنا قوم بإضافة المدباس الخاص بي. ثم أقوم بإعادته هنا، ثم أوافق على الشروط، ثم ريجستر. أقوم بإضافة شيء على الاسم. إذن هنا تم قبول التسجيل. أقوم بالاحتفاظ به هكذا، أقوم بالعودة إلى هنا، أقوم بالدخول إلى الرسائل التي أتتني في هذا الإيميل الوهمي أو المؤقت. إذن إخواني هذه هي الخطة المجانية والتي أشتغل بها شخصيا. أقوم بالاستفادة من هذه الثلاث أيام المجانية، وبعدها عند الحاجة إلى الموقع مرة أخرى أقوم بالتسجيل مرة أخرى. أما هنا لدينا الخطة الشهرية وهنا الخطة السنوية، فإن أردتم أو كان لديكم مال فيمكنكم الاشتراك شهريا، لكن أنا أفضل هذه الخطة المجانية. إذن عند الدخول واختيار هذه الخطة هكذا، إذن إخواني أقوم باختيار هذا الاختيار Create Interior، ثم بعدها أنا أقوم بتحديد السايز الخاص بكتابي. فمثلا في النوتبوك دائما أختار 6-9، فهناك العديد من القياسات هنا، يمكنكم اختيار أي قياس. فعند اختيار 6-9 إنش فمقابل 6-9 إنش بالسنتيمتر هو 15.24 في 22.86. لدينا هنا العديد من القياسات الأخرى، لاحظوا معي إخواني يمكنكم اختيار أي قياس خاص بكم. بالنسبة للأشخاص الذين يجدون مشكل في القياس أو اختيار القياس، فما عليكم سوى التوجه إلى الكتب التي تريدون منافستها أو التي لديها نفس النيتش الذي تشتغلون عليه، وفي الديسكريبسيون يعني وصف الكتاب ستجدون هذا القياس الخاص بالكتاب وتقومون بنسخ نفس القياس حتى لا يكون هنالك أي مشكل لديكم. ثم بعدها عند اختيار 6-9 أقوم هنا باختيار مثلا هل تريدون المحتوى بليد أو نو بليد. إن كنتم تختارون بليد فيمكنكم الضغط على هذه الخانة هكذا، ثم نقوم بالنزول وستشاهدون العديد من المحتويات الخاصة بالكتب قليلة المحتوى هنا إخواني. فمثلا سأختار ويكلي بلانر، فهذا نيتش جيد جدا للإشغال عليه إخواني. إذن هكذا سوف تظهر لي الصفحات. إذن بالنسبة لهذا المحتوى إخواني، فهذا المحتوى يقدم لنا 52 صفحة، وكل مثلا صفحة يوجد بها يعني أسبوع محدد بالأيام هكذا. وبالنسبة للأشخاص الذين سوف يشترون هذا الكتاب فهم سوف يقومون بالتحميل أو كتابة بعض المهام أو الأشياء التي يريدون أن لا ينسوها في هذه الأيام. فهناك العديد من الأشخاص يعتمدون على الكتب لتنظيم وقتهم، وهذه هي فرصتك أخي لمحاولة إنشاء هذه النوعية من الكتب.
لاحظوا معي إخواني، هنا العديد من الاختيارات. فمثلا هنا سوف تجدون اليوم الذي سوف تبتدئ فيه هذه المذكرة، مثلا هنا 11 أبريل، يمكنكم اختيار أي يوم آخر. وهنا لدينا كم من أسبوع تريدون، فمثلا هنا 52، يمكنكم اختيار أي عدد أردتم. ثم هنا يمكنكم اختيار الفورما التي سوف تظهر هنا تحت يعني اليوم. فمثلا هنا لدينا العديد من الاختيارات، لاحظوا معي مثلا إخواني هذا الشكل وتغير. فهذا هو الجميل في هذا الموقع، فهو يمنحنا الفرصة للتغيير على المحتوى الخاص الذي سوف نقوم بتحميله. وهنا الأجمل كما شرحت سابقا، فلاحظوا معي إخواني العديد من اللغات، وبالتالي العديد من المنصات الخاصة بأمازون التي يمكننا الاشتغال عليها، وهذا رائع جدا إخواني. وهنا بعض الأشياء التي يمكنكم إزالتها أو إضافتها بالضغط على هذه الخانة أو بتركها هكذا. وحتى لا أطيل الفيديو سأترك لكم هذه الاختيارات، يمكنكم استكشافها إخواني. وحتى لا أطيل الفيديو إخواني، هنا لديكم مجموعة من الخصائص يمكنكم التعديل على هذا المحتوى انطلاقا من هذه المقاسات أو يعني الأيقونات التي تظهر جانبا. وهنا حتى إن أردتم إضافة شيء مثلا تكست أو إيميج أو لينز أو بوردر، يعني يمكنكم إضافتها من هنا بهذا الشكل، وسوف تظهر في المحتوى الخاص بنا. إذن إخواني عند الانتهاء مثلا من إنشاء هذا المحتوى، ما عليكم سوى الصعود هنا إلى هذه الخانة وكتابة والضغط على Add Template، ثم بعدها سوف تظهر لي هذه الخانة هنا، نقوم بتحميل الانتريور من هنا بDownload Anterior PDF، وبالتالي فهو بصيغة PDF وجاهز للتحميل في منصة أمازون. نقوم بالدخول لمشاهدة المحتوى الذي قمنا بالتعديل عليه. إذا لاحظوا معي إخواني، هذا هو المحتوى الذي قمنا بإنشائه، ينطلق من الأسبوع 16 إلى نهاية الكتاب مثلا. ولاحظوا معي إخواني هكذا سوف يظهر المحتوى. إذا إخواني كان هذا هو درس اليوم، بسيط جدا لكنه مهم، خصوصا للأشخاص المبتدئين الذين يجدون صعوبة في إنشاء المحتويات الخاصة بهم. فما عليكم إخواني سوى الاستفادة من هذا الموقع الرائع والذي سوف يغنيكم عن المواقع الأخرى. وإن أعجبكم الفيديو إخواني لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك القناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.